للإطار إعادة تصور القطاع الأمن في السودان. أنا لوكا بيون دين كوال، عميد أكاديمي في المركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمشرف على برنامج أكاديمي حول استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا، وأيضا المشرف على هذه السلسلة من الندوات عن الإنترنت عن السودان، عبر الإنترنت عن السودان، وسوف أكون الميسر المناوب لهذه الجلسة. هذه السلسلة من الندوات عن السودان حول الدور القطاع الأمني في التحول الديمقراطي ستنظم من قبل مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمعهد الأمريكي للسلام. أولاً عايز نرحب بكل الذين حضروا، خاصة الذين حضروا الندوة الأولى والثانية حول التحول الديمقراطي والدور القطاع الأمني في السودان. هذه الندوة هي الندوة الثالثة من سلسلة الندوات الخمسة عن السودان، وسوف تركز هذه الندوة على إصلاح القطاع الأمن واستراتيجية الأمن القومي التجربة الأفريقية. الندوات المتبقية هتكون كالآتي: الندوة الجاية هتكون يوم 12 إبريل حول الاستراتيجية الأمن القومي أداة عملية، والندوة التالية بعدها هتكون أن أحمية تطوير استراتيجية الأمن القومي لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان. لهذه الجلسة، الجلسة زي ما ذكرت حول الإصلاح قطاع الأمن والاستراتيجية الأمن القومي، والذي نحتاجه من التجربة الأفريقية. هتكون هناك ثلاث أهداف: سنناقش الأسباب المنطقية لاستراتيجية الأمن القومي في أفريقيا، ولماذا يجب دمج إصلاحات القطاع الأمن في إطار استراتيجي أوسع وتقييم التحديات الأمنية. الهدف الثاني: هنفحص أهمية وتحديات عملية الإصلاح قطاع الأمن أثناء التحول الديمقراطي، ولا سيما العوامل المرتبطة بتفكيك هيكل السلطة القديمة وبناء هيكل مدني جديد، وكيف يتضمن ذلك إعادة تصميم المؤسسات الأمنية. الهدف الثالث: هسنفحص الدور الحاسم للقيادة والملكية الوطنية وفي تطوير استراتيجية الأمن القومي وإصلاح قطاع الأمن خلال عملية التحول الديمقراطي. قبل تقديم الميسر الجلسة، أدعوني نعرض عليكم أهم نقاط الندوة السابقة وبعض الدروس المستفادة من خبرات أخرى من دول أخرى في أفريقيا حول العلاقات المدنية العسكرية. أولاً، خصوصية السودان. ظاهرة الانخراط العساكر في قضايا الحكم والسياسة ليست فقط في السودان، بل في معظم الدول الأفريقية والدول النامية، كما هو الحال الآن في دولة ميانمار في آسيا. إلا أن نبض العلاقات الأصغرية والمدنية في السودان له خصوصيته ويختلف عن بقية الدول، وخاصة أن ظاهرة التدخل العسكري في السياسة بدأ قبل الاستقلال وربما قبل الفترة الاستعمار، بالإضافة إلى ظاهرة الانقلابات المدنية. النقطة الثانية: المحددات للعلاقات. يمكن فهم هذه المحددات على مستوى رأسي والأفقي، وخاصة في إطار العقد الاجتماعي وعلاقات الثلاثية بين المؤسسة العسكرية، السلطة المدنية والشعب. هذه المحددات تكمن في عدم الثقة وفي اعتقادات السائدة، ولا سيما عدم ثقة بعض عناصر في المؤسسة العسكرية في أي حكومة مدنية لتحقيق الاستقرار السياسي، وعدم ثقة ونظر بعض المواطنين إلى المؤسسة العسكرية كأداة للقهر والديكتاتورية، وخوف الدائم من بعض أعضاء حكومة مدنية من استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة. رغم هذه الاعتقادات، ضرورة عدم التعميم، لأن هناك عناصر في المؤسسة العسكرية تؤمن بالحكم المدني والانتقال الديمقراطي، وهناك أيضاً مجموعة من المجتمع المدني والحكومة المدنية تؤمن بأن المؤسسة العسكرية شريكة أساسية في التحول الديمقراطي في السودان. النقطة الثالثة:
إجراءان لبناء الثقة وتسهيل هذه الاعتقادات. واحد، ضرورة الوضوح في الفصل بين السلطات والمسؤوليات الأمنية والمدنية، خاصة في الدستور والقوانين واتفاقات السلام. اثنين، مساءلة ومسؤولية المؤسسة العسكرية أمام السلطة المدنية كركيزة أساسية في الحكم الديمقراطية، في الحكم الديمقراطي، وذلك في إطار القوانين المختصة. ثالثاً، الشفافية في أداء المؤسسة العسكرية والقطاع الأمن، خاصة في الميزانية والصرف العام. بدون شك الوثيقة الدستورية والمجلس القومي للدفاع والأمن ومجلس شركاء الفترة الانتقالية واتفاق جوبا للسلام توفر مساحة لبناء الثقة وتصحيح هذه الاعتقادات السائدة، إلا أن نجاح هذه الإجراءات تعتمد على الإرادة السياسية والقيادة الاستراتيجية من كل الأطراف. النقطة الأخيرة، كيفية الخلق علاقات جديدة ومستدامة. هذا يعتمد على تبني عقد اجتماعي أو سياسي جديد لبناء الثقة بين المواطن والدولة، لتحقيق شرعية الدولة، وبناء الثقة بين المجتمعات المختلفة لتحقيق المصالح الوطنية والانسجام الاجتماعي. كل هذا يعتمد على وعي كافي من المواطن ومسؤوليتهم تجاه قطاع الأمن، خاصة تحديد الرؤية السياسية والسياسات الأمنية للسودان والإشراف على الأداء القطاع الأمن. يعتمد أيضا على جعل المؤسسة العسكرية مهنية وفعالة وتعكس تنوع النسيج الاجتماعي وتحترم السلطة المدنية، ولا سيما إن التحول الديمقراطي إلى حكم مدني سوف يؤدي إلى استغلال في المؤسسة العسكرية وتوفير الميزانية والموارد المطلوبة وتعزيز المهنية في المؤسسة العسكرية. هذا يستدعي أن تكون السلطة المدنية قادرة ومتمكنة ولها رؤية والقيادة الاستراتيجية. ده مختلص من الندوة الأخيرة ومن الخبرات الموجودة كمان في أفريقيا. خليك، أنا سعيد عشان أقدم لكم الميسر للجلسة السيدة الأستاذة سوزان ستيغن. قابلت سوزان، عملت معها عندما كانت مع المهد الأفريقي، المهد الديمقراطي الوطني في فترة إنفاذ اتفاق السلام، واشتغلنا في الصياغة تحت شجر المانجا في رومبيك في السودان، الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، والدستور المؤقت لجنوب السودان 2005، ودساتير الولايات الجنوبية لسنة 2005. فهي عندها معرفة خالص عن السودان وخبرة. حاليا هي الآن مديرة برامج أفريقيا في معهد أمريكي للسلام، مع التركيز على الصياغة وإنفاذ إصلاحات الدستورية والحوار الوطني. هي رئيسة مشاركة لمجموعة عمل حول الحوار الوطني في المعهد الأمريكي للسلام. قبل عملها مع المعهد كانت مشرفة على برامج تطوير الدستور ومشاركة المواطن ومراقبة الانتخابات، ومن ثم أصبحت مدير البرامج لمعهد الديمقراطي الوطني لدعم إنفاذ اتفاق السلام في جنوب السودان. أستاذة سوزان، مرحب بك والفرصة لك. شكرا جزيلا. Thank you, Dr. Luca, and assalamu alaikum. Good afternoon to everybody else. شكرا جزيلا والسلام عليكم لكل المشاركين ولكل من حاضرين معنا. إنه لمن دواعي سرورنا أن أضم إلى هذه الحصة الصباحية من أجل أن أسهل المناقشة بين كل طبعا المحاضرين ضمن سلسلة هذه طبعا الحصة التي تركز على إعادة تصور القطاع الأمني في السودان. اليوم سوف نركز على الإصلاحات وعلى كل طبعا سنركز على هذه التجارب مع المحاضرين المتواجدين معنا اليوم. دعوني أولا أقدم المتحدثين ثم ندخل في النقاش بشكل مباشر. أولا أحب أن أقول أنا جميل أنه معنا دكتور تمادي مدسة، خبير في القضايا السلام
والأمن في أفريقيا، وهو أستاذ زائر في ماركس كينغز كوليدج في لندن. خدم في مناصب عليا كثيرة، يستشير الكثير من الناس الذين يصممون في القطاع الأمني، من ضمنها الرئيس الصومال والوزير الخارجي الأثيوبي في التسعينات، وقام بصياغة استراتيجية القرن الأفريقي في الإصلاح الأمني، ووفر الدعم الكثير لمفوضية الأفريقي الأمني في صياغة المسودة وكتابة سياساتها الأخيرة حول القطاع الإصلاح الأمني. أيضا طور السياسة الوطنية لجمهورية سوسيا، فمسرورين بوجودك دكتور ساسيا. الدكتور أميل ودراغو والثاني هو لديه وفرة من الخبرة في القضايا الأمنية في أفريقيا، أستاذ زميل في مركز أفريقيا للدراسات، وتركيزه على التطوير المهنية التجارية في أفريقيا، دمج قضايا كثيرة من دروس ماضية على أساس الحوار العدة الأمني للحوار الأفريقي، وهو رئيس مؤسسة الأمن المواطنين في بوركينا فاسو، وكان رئيس المفوضية اللجنة الخاصة التقنية لإدارة الإشراف الحوار الأمني، وضابط متقاعد، وعمل في المفوضية للأمن في بوركينا فاسو. لدينا دكتور تامر عبد الكريم أيضا الذي التقينا به في جلسات ماضية، هو نائب المدير لمؤسسة السلام في الخرطوم، وهو محاضر في قسم العلوم الاجتماعية وعلم البشر، وهو منسق البرامج في الجامعة في السودان أيضا، وهو المدير الأكاديمي للمركز أيضا. فأهلا بكافة المتحدثين، مسرورين بوجودكم معنا اليوم. دكتور تداسا، سأحول لك الكلام أولا وأسأل إذا كان بإمكانك أن تعطينا إطار هذا الرابط والبعض من الأسباب التي تحرك وتسير الاستراتيجية الأمنية في أفريقيا وربطها مع الإصلاح الأمني، ولماذا هي مهم أن الإصلاح في القطاع الأمني أن عادة أن تدار وأن تسير من قبل إطار أوسع. تفضل دكتور. شكرا سوزان، وبالتأكيد الرابط ما بين القطاع الأمني وإصلاحها والأمن القومي وسياسة الأمن القومي والاستراتيجية بالطبع هي أوسع من فقط أن نصيغها بالكلام اللفظي، فهي واضح بمعنى أنه هي ليست فقط الرابط ما بين المسائل التي ما يهم أفريقيا أكثر، وإنما أن سياسة الأمن القومي هي عبارة عن مبدأ إرشادي كوثيقة حتى للقضايا السياسية الأوسع والمدى الطويل، وليست فقط القضايا الآنية أو القصيرة المدى. فسياسة الأمن القومي ليس فقط هي جوهرية ومهمة للقطاع الأمني وإصلاحها، وإنما حتى للبناء الأوسع للدولة ومزاياها بسبب الوضع الأفريقي عامة الواقع. أي بمعنى أنه يمكن، كيف يمكن أن نبني الدولة بقواطعها وأن نؤسس البنات الأساسية لبناء الدولة؟ النقطة هنا أن الرابط الجوهري ما بين العملية الإصلاح الأمني في البلد وأفريقيا مهمة جدا، وإسسار أيضا هي مربوطة بكذا شكل مختلف، والمسائل التي تربط كلا الموضوع البناء الأمن القومي والإسسار أيضا هام جدا. بمعنى أوسع بإمكانها أن تؤثر بشكل إيجابي على الوضع العام لبلدان أفريقيا، وهناك الكثير من الأشياء الغير الصعبة التكهن بها بسبب الأوضاع الإقليمية والسياسية ونتائجها السياسية. فعملية من هذا النوع يمكنها أن تساعد بالتأكيد أن تؤكد ثبوتية والقدرة على التنبؤ بالنتائج في العملية. فأيضا عملية في تطوير الأمن القومي بإمكانها أن أيضا تولد إمكانية إجراء النقاشات
حول قضايا مختلفة ونواحي مختلفة أخرى وقواطع أخرى، ومن خلال النقاش الأوسع بإمكانها أن تؤكد بأن تصبح العملية السياسية تكون تمثيلية أكثر مع الوقت. فالنقاشات تتنوع بأشكال متعددة، فمرات السكوت وعدم المشاركة لها صفتها المعينة ولها نبرتها، لكن نحن نفضل النقاش أن تكون أن تجرى بشكل رسمي في عملية في إطار الدولة. والمدخل الرئيسي لها يمكنها أن تكون بوابة موضوع الأمن القومي. فالعملية هذه عامة مهمة جدا بسبب ما موجود من مشاكل حقيقية واقعية موجودة، والاختلافات الكثيرة ما بين الدولة والدول، أو ما بين تشكيل الدول أو بناء الدول وبلورتها، وخاصة أيضا جانب التاريخ الواقع القطاعات العسكرية في البلدان الأفريقية. وبسبب كل هذا يجب أن يكون لديك سياسة وطنية، سياسة قومية أمنية بسبب التوترات التي ذكر لحضرنا، يا إما إذا كان حول بناء المنظومة الأمنية من القاعدة إلى الأعلى مثل ليبيريا، أو في مثال غانا فهي بصراحة أياً كان الأسلوب باتجاهها وبنائها مربوط بكل نواحي سلامة وقوة الدولة وكيانها. فبمعنى أوسع يمكنها أن تساعد على أن تبني وتقوي من العقد الاجتماعي بجلب والمتيء بالمواطنين وكافة الأطراف المصالح المختلفة، وإدخالهم في نقاش وطني ووضعهم أمام رؤية وطنية أحادية. فهذا المنطلق والمنظور والتغيير هي أوسع كمفهوم أكثر من ما نتصوره، وبإمكانها أيضا أن تبني اندماج وتوائم إقليمي حتى وتعايش جيد، لأن المنظومة الأمن القومي كما قلت هي تؤدي إلى نوع من التنبؤية، ويمكنها أن الآن عدا ذلك في أي عملية تؤدي إلى المنظومة للأمن القومي فهنالك أشياء بديهية تنتج منها، منها الامتلاك أو ملكية أو الإحساس بأن البلد ملكك، وهذا لا تحصل بدون قيادة جيدة كإجراء لهذه العملية. أي البلدان التي لديهم سياسة أمنية قومية يمتلكون ويسيطرون على كافة القرارات الوطنية أكثر بكثير، وأيضا على القطاع الأمني أيضا. عدا ذلك وما وراء ذلك، فمن الواضح أنه أن برنامج الأمن القومي تعطي أيضا خارطة الطريق، يعني عدا إطار عمل وإنما خارطة الطريق وكبوصلة وكموجه فعملية الإصلاح للأمن القومي، يعني عادة تأتي من إطار وتحت ظل سياسة وطنية قومية، فكلها تصبح عبارة عملية شاملة شمولية للجميع، استشارية وقوية وتمثيلية، فتصبح كافة الأعمال يعني عدا ذلك تصبح أي إجراء أو محاولة تكون قصيرة المدى. يعني بعدم وجود إطار واسع بهذا الصيغة التي أنا صيغتها تكون العملية قصيرة وصغيرة الأمد وقد لا تدوم، ويجب أن يفعل هذا كلها على فهم بديهي وأساسي لكل حيثيات الجوانب الاجتماعية وحذافيرها البشرية. لهذا القيادة هنا لها دور مهم أيضا، فلذلك أعتقد أنه من ناحية قيمة السياسة الأمن القومي بالذات حسب البلدان وخصوصياتها مهمة جدا، وأنه من المهم أن يكون لدينا رؤية طويلة وبوصلة ترشدنا قبل أن
أصلا نصل إلى الإصلاح في القطاع الأمني، ربما قد لا تنجح بسبب القيود الزمنية والأوضاع والواقع الموجود أو عدم بلورة الوضوح الرؤية الوطنية لحدها. على الأقل أن نصل إلى السياسة المرجوة، الرؤية السياسة المرجوة للأمن القومي، عندئذ يمكننا أن ننجز الهدف. يجب على الأقل أن يكون في رؤية التي يمكنها أن تكون أساس بنائي، منها نستمد منها الإرشاد كي نجري بالإصلاح الأمني في أفريقيا. شكرا دكتور تدسان، وبصراحة يعني شرحك يعني مقنع جدا لهذه الضرورة، وأشكرك على نقاطك على موضوع التنبؤية أو أن تكون الأشياء ضمن إطار زمني مقبول. أحب أن أسمع أكثر عن التحديات التي دعمتها، فأنت دعمت الكثير من الإجراءات المختلفة في القطاع الأمني، الاستراتيجية والحوار. ماذا برأيك هي أهم التحديات التي تتكرر، خاصة في إطار حيث بلد تمر بتحول من المؤسسات أمنية كانت تركز في الماضي على حماية الحكومة إلى منظومات أمنية تركز على حماية أو تخدم الشعب أو الفرد أو المواطن؟ هناك عدة تحديات، أعتقد أهمها هي السياسية، من ناحية التحول نفسها. على سبيل المثال، الناس قد يحسوا أنه مثلا الدولة أو الحكومة، أي موضوع أو تقليل الوجود العسكري أو انعكاس التعبئة العسكرية، ربما الحكومات قد يقوموا بتعبئة على الجيش، وربما ربما يكونوا يعني مستعدين لتسريح الجيش أو تقليل التسليح، لكن ربما قد لا ينجحوا في تسريح الأذهان والعقول من ناحية. وهذا حصل في عدة بلدان أفريقية مثلا. من ناحية أمثال ما، لديك يعني منظومة أمنية في بلد، والتي في بعض المرات قد ربما أن يخلط ما بين مفهومها ومفهوم النظام الأمن القومي، وأيضا الحوكمة وفعالية وكفاءة الحكومة، وخاصة في الدول الأفريقية، خاصة الدول الناشئة والخارجة من نزاعات آنية، فلا يمكنهم أن يكون لديهم المؤسسات المبلورة كي يقوموا بالإصلاح، لأنهم للتو خرجوا مثلا من مسألة فيها نزاعات، فيا إما لديهم منظومات أمنية ضعيفة أو غير ناضجة. فما نجده في هذه الحالات في هذه البلدان إن معظم القضايا الأمنية في هذا البلدان الذين هم في مرحلة انتقالية وجودية أصلا، فقد يتطلبوا تمرين وتدريب أكثر أو تطوير في قواطعهم الأمنية أكثر من الدور المهني المتوقع منهم. فهنالك تفاوتات كثيرة ما بين بلدان أفريقيا، حيث البعض منها هشة جدا، والتوازن ما بين الحكم وجعل بعض المؤسسات مهنية أصلا ومبلورة صعبة، وأيضا فما بالك من أن تريد أن تكون هي أصلا تحت سلطة مدنية مبلورة قوية. يعني مثلا إنشاء دولة وطنية كان أحد هي الأركان التي كان هي مسألة كبيرة في السودان الجنوبية. أعتقد أول جواب على هذا هي موضوع السعب القدرة البلد على القيام بشيء ما. ثانيا المعرفة، معرفة القيام بشيء ما، الخبرة. يعني مثلا في أجواء ما بعد فترة نزاعية، ربما حتى الأطراف الموجودة في تلك البلد قد لم يتوصلوا إلى إجماع على اتجاه ورؤية للبلد مثلا بعد النزاع. فمسألة فإنشاء الدولة الوطنية، الحكم عفوا الجيش الوطني في السودان الجنوبية، وأيضا هناك أيضا طبعا مسألة سياسة الأمن القومي كمسألة تكنوقراطية، فهناك يجب أن يكون هناك كثير من الربط مع المؤسسات، فيجب أن يكون هناك فترة انتقالية التي تبدأ من مثلا من معاهدة واتفاق سلام إلى مثلا آخر المسار. فهذا المسار هو ضمن
العملية وهي قد تستغرق وقت طويل. فهذه واحدة من التحديات التي نواجهها، فيجب أن ننظر إلى كل قطاعات الأمن القومي بطريقة مفككة بدل أن يكون هناك نظرة شاملة إلى الكل. ففي كثير من الفترات الانتقالية هناك تركيز على طبعا الاستخبارات وعلى طبعا كثير من العوامل، فبدون سيادة القانون طبعا فلا يمكن أن نحقق أي طبعا إصلاح، فيجب أن تكون هناك كثير من العوامل المتوفرة، كثير من الحالات التي يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار من أجل أن نتطرق إلى التحديات المتواجدة على أرض الواقع. شكرا. كنت أيضا أود أن أرجع إلى نقطة ذكرتها في مسألة القيادة، وهذا طبعا هذا مرتبط بالنقطة التي عبرت عنها بخصوص اتفاق وأيضا طبيعة السياسية لكل هذا المسار. هل يمكنك سيدي أن تتحدث عن القيادة ولماذا هذه القيادة هي مهمة في تشكيل الإصلاح ومسار الإصلاح وسياسة الأمن القومي؟ فما هي المؤشرات التي تقود إلى مثلاً قيادة صائبة أو جيدة؟ بطبيعة الحال أولاً القيادة هي تعتمد على السياقات، فطبعاً هناك كثير هذا يعتمد على طبيعة المسار السياسي. فإذا كنتم مثلاً إذا كان هناك قوات سياسية تتميز بالتمثيل وبالإدماج فكثير، فسياسة الأمن القومي أو استراتيجية الأمن القومي سوف تكون واضحة. فالمسار هو بعينه يعتمد على القادة المتواجدين في النظام، فهناك بعض القادة الذين يدفعون بالتحول إلى الأمام، هناك هم دائما في أو هم متواجدين مثلا في سياق تمثيلي أو، فهذا يعتمد على القيادة المتواجدة والقادة الذين يحكمون، فهذا يخلق طبعا سياق يقود إلى هدف معين. الشرعية أيضا هي مهمة جدا، فعندما نتكلم هنا نتكلم عن الانتخابات ونتكلم هنا عن القادة المتواجدين، فالأمر يعتمد على المسار بعينه، فكان الأمر متعلق بالانتخابات أو مثلا اتفاق سلام، يجب أن يكون هناك مسار شرعي، فيجب أن يكون هناك قيادة شرعية أيضا، هذا مهم جدا. فهذا قد لا ينقذنا ولا ينقذنا، ولكن يجب أن تكون هناك الخبرات الأساسية، يجب أيضا أن يكون هناك قليل من السيطرة على الوضع الأمني. ففي هذه مثلا الحالة نقول إن القيادة لها دور أساسي وجوهري في هذا المسار، لأنه طبعا يمثل بعض الأجندات على الساحة، وهناك فيعتمد هذا على القائد، أو هل القائد مثلا موجه نحو الفترة الانتقالية، أو على سبيل المثال يمكنني أن أتكلم عن إثيوبيا، فإثيوبيا كان هناك مسار تطوير سيادة أو سياسة الأمن القومي، فكان مهيمن عليه من طرف الوزير الأول، ففي الحقيقة كان مسار تشاوري ربما، ولكن بعض أصحاب المصلحة أو بعض الفاعلين المستقل لم يكونوا مدمجين في هذا المسار. ففي جنوب السودان لم تكن هناك قيادة موحدة. لماذا؟ فلماذا تطوير سياسة استراتيجية القوم القومي هي مهمة جدا؟ فهي مهمة جدا لأنها دائما تقودنا أو توصلنا إلى الهدف المتوخى، وفي هذا المسار يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كثير من العوامل الأساسية. نقطتي هي أنه إذا كانت هناك قيادة موحدة، قيادة تعمل بطريقة مشتركة من أجل أن يكون هناك مسار سياسي مدمج وشامل، حيث أيضا هناك فاعلين
يمتازون بتمثيلية، فهذا سوف يسهل المسار وهذا سوف يعزز ويرفع من احتمالية تواجدنا أمام المسار، سوف يساعدنا ويقودنا إلى مرحلة تحول مهمة. فالقيادة، أعود إلى نقطتي، هي مسار مهم جدا في المرحلة الانتقالية هذه. شكرا. شكرا الدكتور تديسا. أنا أقدر طبعا النقطة المتعلقة بمسألة القيادة هذه. لقد في بعض الأحيان مضيت وقت طويل في وصف استراتيجية النسل، استراتيجية الأمن القومي وسياسة الأمن القومي كسياسة شاملة وسياسة ومسار مهم. فأظن أن المتواجدين معنا طبعا سوف يكون لديهم أسئلة وسوف ننتظر هذه الأسئلة. الدكتور إميل، أود أن أستمع إلى رأيك بخصوص التحديات التي نواجهها في إطار مثلا في خلال هذا مرحلة الإصلاح، خاصة في سياقات التي سوف تكون فيها يكون فيها نقص لاستراتيجية أمن قومي أو سياسة أمن قومي. شكرا جزيلا سيدة سوزان لهذا السؤال وشكرا للتقديم. أود أيضا أن أتقدم بشكري طبعا المشاركين والمساهمات. قبل أن أبدأ مداخلتي هذه، أود أن أقول أنه في كل بلد له خصوصيته بخصوص طبعا المراحل الإصلاحية أو الإصلاحات التي تتم، فقد هذا يختلف من سياق إلى آخر، خاصة في سياقات تتميز بالتوتر والسياقات التي تتواجد هي في مراحل ما بعد التوتر. فهناك مرحلة انتقالية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. هناك سياق مثلا في مدغشقر، في بوركينا فاسو، في تونس، في غامبيا، وفي طبعا اليوم في السودان الذي نتحدث عنه اليوم. فما أود أن أركز عليه هو أنه في بعض السياقات التي تتميز بالتوتر هناك اتفاقات سلام يجب أن تتبع بمسار، وهناك متطلبات أساسية يجب أن تكون هناك بعض العوامل أو المراحل الجوهرية التي يجب أن نقطعها من أجل أن نصل إلى تطوير استراتيجية أمن قومي. في السياقات ما بعد التوتر، وكما نعرف كلنا هناك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لها مناهج، وهي طبعا تطور هذه الاستراتيجيات في بعض السياقات التي تتميز ما بعد التوتر. وهذا يعتمد أيضا هذه المناهج على بناء السلام. كل هذه المناهج هي تعتمد على بناء وثائق أساسية، التي هناك وثيقة مثلا، هناك طبعا اتفاق 31-51، فهناك أيضا هناك بعض السياقات التي فيها بعض تطوير بعض السياسات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بقيام ببعض العوامل. ولكن أرجع إلى السياقات التي تتمثل بالتوثر، فهناك بعض برامج الإصلاح، فهناك أدوات أساسية يعتمد عليها، وهناك أيضا إطار تشريعي كما قلت من قبل ذلك. في سياقات ما بعد التوتر، السياقات هي سياقات خاصة، وهي يجب أن تكون متأقلمة مع السياسة. يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية ديمقراطية كما مثلا هو الحال في السودان، بوركينا فاسو، وتونس. فإذا لم تكن هناك إطارات تشريعية وكل الأدوات، إذا لم تكن هناك تفعيل هذه الأدوات، فالأمر سوف يكون صعب. في بعض السياقات الانتقالية يجب أن يكون هناك أجندة السلام، ويجب أن يكون هناك اعتبار لبعض المراحل المهمة في هذا السياق. يجب استراتيجية الأمن القومي مع السياسات تعمل يدا في يد، وكما قال المتكلم من قبل ذلك، النظام أو
أو طبعا هناك سياق أمن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، خاصة عندما يكون الأمر متعلق ببعض البلد، بعض البلدان التي يكون فيها ديكتاتورية أو مثلا يكون فيها سيطرة عسكرية أو غير ذلك. فيجب أن تكون هناك إصلاح للقطاع القومي الذي يجب أن يهدف أساسيا إلى منع مثلا تفكك المجال أو المسار الديمقراطي، ويجب أن يركز على يعني دمقرطة النظام. فهناك بعض السياقات في مالي مثلا على سبيل المثال التي كان فيها إصلاح للأمن القومي، وكان فيها مثلا في بوركينا فاسو كان هناك بعض الانقلابات التي فشل بعض الانقلابات، وأيضا كان هناك في بعض السياقات السودان التي كان الأمر فيها مماثل. فالتحديات تبقى مش متشابهة بغض النظر عن السياقات المتوجهة. ففي مثلا تجربتي أود أن أقول أنني رأيت هذه التحديات في أغلب كل السياقات، وكما ذكرنا من قبل هنا يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، فهذا هو العامل الأساسي. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية في مدغشقر على سبيل المثال لمدة، كانت هناك إرادة من أجل تفعيل طبعا لإصلاح القطاع القومي، فلأنهم كانوا يبحثون عن شرعية وطبعا لاعتراف بالمجتمع الدولي. فيجب أن تكون هناك أن يكون هناك تخطيط، لأنه إذا لم يكن هناك تخطيط فسوف يبقى المسار مجمد، وإذا لم يكن كما قلت هنا لم تكن هناك إرادة سياسية فيجب لن يكون المسار سهل. فأيضا التزام الأمر المجتمع الدولي هذا كله مهم في هذا السياق. لقد ذكرنا أيضا طبعا نقص في الموارد المستدامة، وهذا عنصر أساسي جدا. يجب أن تكون هناك مشاركة من طرف الشركاء الأجانب، يجب أن يكون هناك تغيير، خاصة عندما نتحدث عن القطاع الأمني، عن طاقم أو عن الموارد البشرية للقطاع الأمني. يجب أن يكون هناك اهتمام، يجب أن يكون، فيجب أن طبعا نرى ما إذا كان يودون أن يحافظوا عن مثلا موضع سيطرة، أو فمن المهم أن نرى كل هذه التحديات وأن ننظر إليها بعمق. ففي مثلا جنوب إفريقيا نرى أن هناك كثير من الأمثلة التي يمكن أن يعتمد عليها. في 2012 مثلا كان هناك بعض المسؤولين واللواءات في المنطقة الذين لم يدفعوا بالإصلاح إلى الأمام ولم يكونوا داعمين لمسألة طبعا الإصلاح هذا. فرأينا كثير من السياقات التي تواجد فيها، حيث رأينا فيها أن كثير من الطاقم للنظام أو القطاع الأمني الذين لم يكونوا مساندين للإصلاح هذا. فيجب أن تكون كل الموارد متوفرة أيضا علاوة على ذلك. هناك أيضا طبعا هناك أيضا من أجل إصلاح القطاع الأمني يجب أن تكون هناك كثير من العناصر المتوفرة. فكثير من الأعضاء لا يحبذون مصطلح إصلاح الأمن القومي، لا يحبذون هذا المصطلح. وخلال مثلا في بوركينا فاسو خلال المرحلة الانتقالية الرئيس طلب مثلا إصلاح القطاع القومي، وطلب مساندة من طرف الأمم المتحدة، ولكن النظام العسكري رفض ذلك، فلذلك البوركينا فاسو لم يتوصل على فشل في محاولته هذه. فهذا ما لاحظناه. فالعقلية هو أنه العقلية مختلفة من سياق إلى آخر، وخلال بعض السياقات التي تتميز بالتوتر هناك أفكار متعددة. فالمسار هو مهم في حد ذاته، ويجب أن ننظر إلى كل الأنظمة على حدة.
وهذا مهم جدا للمنظومة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك إلى التحديات، معظم البلدان مروا بتحولات أو تجارب أمنية داخلية، منها الإرهاب وبعض الوكالات الداخلية، ولدينا بعض القوات الميليشيات شبه العسكرية والجرائم العنيفة أيضا المنتشرة التي أدت إلى تحديات كثيرة بصراحة للقطاع الأمني وإجرائها وتقدمها. وأيضا الرؤية، أعتقد أنه الافتقار إلى رؤية مطولة أيضا تؤثر على عملية الإصلاح الأمني في أفريقيا، لأنه إذا لم نجد التوازن الجيد ما بين التجهيز والتدريب وموازنتها مع الرؤية، وعلى المدى البعيد أن نقوم بإصلاح وتطوير الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون التي يمكنها كلها أن تساعد على الإجراء العملية عندما تبدأ عادة. وآخر تحدي التي هي مهمة أيضا من ناحية ما يقلقنا ومن الخبرة هي الشركاء الخارجيين أو التنسيق الجهات الهيئات المانحة والمتبرعة بطريقة جيدة، كلا تكون فيها هدر في الطاقة مثلا أو الجهود، خاصة من ناحية التدريب والجيش والشرطة كي لا يطوروا هذه القطاعات على حساب القطاعات الثانية. فكل هذه الأشياء هي مجموعة من التحديات بصراحة تواجه الدول الأفريقية عندما يأتي إلى مسألة الإصلاح وتطبيق الإصلاح الأمني في أفريقيا. الكلمة لك يا سوزان، شكرا، أمل أنني جاوبت على السؤال. شكرا دكتور أميل. وبدأت من السؤال وتركت السؤال موضوع الملكية الوطنية وأيضا إدارة المساعدات الخارجية وأيضا القيم الموروثة حول المنظومة الأمنية. يا ريت لو تتحدث عن الجانب التمويلي لهذه الجهود لحد الآن، وكيف تؤثر على الإحساس بملكية البرنامج هذا وتأثيره على استدامية هذه البرامج. شكرا سوزان على السؤال. كما قلت، الإحساس بملكية هذا الفكرة والبرنامج هي تعود إلى التصميم والإبداع والقيادة والتنسيق والإشراف والرقابة، وثم تقييم ما قمناها بكافة أرجاء العملية كلها. وكما تعلمون البيئة العسكرية الأمنية في أفريقيا بصراحة فالعوامل الخارجية أيضا لها تأثير، لأنه بالتأكيد كل هذه عوامل مهمة. فإذا أردت أن تتحدث عن الإحساس بالملكية الفكرية فيجب كلها أن تكون تمثيلية لرغبات كافة الشرائح في المجتمع. لكن تأسيس وإيجاد المنظومات الأمنية في أفريقيا، أنا كنت في داكار في 2018، كنت أحضر المنتدى الدولي في داكار للسلام والأمن، وسمعت وزير الدفاع نيجير ومالي قالوا إنه الأمن في والدفاع في نيجير ومالي ثلث ميزانية البلد، وهذا بصراحة مهم جدا. فإنه بالرغم من هذه التكريسات المالية المهمة والضخمة فهي ويجب أن نتذكر أننا كلنا نعلم أن القطاع الأمني وإصلاحها تقنيا هي صعبة من الناحية المالية بصراحة. فمن المهم أن
أن نضيف إلى الميزانية الوطنية والشركاء الخارجيين أن نعتمد عليهم، وأن لا في نفس الوقت أن لا نفقد يعني ملكية العملية كلها. لكن التمويل الخارجي عادة لا تضمن. لدينا أمثلة منها على بعض تاريخ بعض البلدان في سيراليون أو في غانا حتى مثلا، حيث الشركاء الخارجيين فجأة سحبوا التزاماتهم ووعودهم في وقتها في أسوأ اللحظات مثلا. فهذا تؤثر كثيرا على الإحساس بالملكية الوطنية والقدرة على الإصلاح. وأيضا الملكية الفكرية الوطنية أيضا تؤثر عندما كافة الشركاء، البعض منهم ينسحبون من العملية كأطراف، وتؤثر على السيادة الوطنية. فالبلدان المستقلة بصراحة يجب أن لا يكونوا معتمدين بشكل كبير على الدعم الخارجي. حيث الدعم الداخلي هي من أهم الأركان التي يجب الاعتماد عليها. ويجب أن نتذكر أنه اللاعبين الخارجيين الذين يؤثرون على المساعدة والإصلاح الداخلي واستدامية الدولة، فهي تأتي معها تحديات على الساعات المختلفة للعملية، وأيضا تأتي معها تعقيدات تنسيقية أكثر للفعاليات، لأنه والشركاء الخارجيين أيضا مرات يحصل في هذه العملية تكرار وهدر في الجهود والفعاليات، والتي في النهاية هي تعارض الإنتاجية، خاصة عندما يأتي إلى الإجراء والعملية. فلدينا مالي، لدينا أكثر من 12 شريك يعملون في داخل البلد كخارجيين، والمشكلة أنه عدم التنسيق ما بينهم تؤدي إلى اللاكفاءة في المساعدة. فهذه التحديات أهمها علينا أن يكون لدينا شراكات واضحة وخطط احتياطية لمعالجة مشكلة الميزانية المتزنة مع الزمن في أي دولة. أأمل أنني جاوبت على السؤال. شكرا دكتور أميل. أعتقد أن زملائنا في السودان ربما يسمعون ما تقوله ويرون الكثير من النقاط التي ذكرتموها وينظرون ويقارنوها بما هم فيه. نذهب إلى دكتور تامر الآن لندخله في النقاش ونسأله قليلا، كما ونحن نسمع إلى وأنت تسمع زملائك دكتور تامر، هم تحدثوا عن بعض هذه من الدروس والخبرات مع زمن. ما أبرز النقاط التي انتبهت لها؟ ما برأيك بإمكان السودان الجنوبية أن تفعله، خاصة في إطار في الإجراءات وإطار الأمني؟ ونحن رأينا في عطلة الأسبوع الإمضاء على وثيقة الأسس ما بين الحكومة وعبد العزيز الحلو. فدكتور تامر إليك الكلمة سيدي، كي ترسخ لنا بعض الأشياء من جانبك كخبرة وما سمعته. شكرا مرة أخرى لدعوتي لهذا الندوة المهمة والموقوتة بشكل ممتاز لإجراء هذا النقاش حول أهمية وجود استراتيجية وطنية للقطاع الأمني وعلى كيفية توسيع مفهوم الأمن، وإنه أكثر النقاط التي ذكر من قبل المتحدثين الذين سبقوني وجدتها هي على النقطة بشكل جيد بصراحة، وهي بصراحة ما قالوه تجسد ما نمر به كتجربة، وإنه تبرز أهمية إصلاح القطاع الأمني في إطار مرحلة انتقالية وبنائية للدولة التي نحن نمر بها الآن بالذات، وكيف نربطها بالعملية بناء السلام. فهي
بصراحة يعني نقاش ضروري جدا، لأن هذا النوع من النقاش تساعد القضية الأساسية التي أبرزت في البداية، التي هي امتلاك ملكية هذا العملية. فأنا كتبت كم نقطة أحب أن أذكرها وأحكي لكم شيء عن رابطها بما نمر به نحن. من أهمها قاله الدكتور ناتالي، وهي طبعا لا يمكن أن أقول أن هنالك غياب، يعني أن أقول بأن هنالك طبعا في يعني استراتيجية أمنية، لكن عفوا بإمكانك أن تحدد اللغة العربية ربما أحسن. شكرا. واحدة من القضايا الأثيرت هي مهمة جدا، يعني وبالضبط بتخاطب الحوجة بتاعت إصلاح القطاع الأمني بخطة وزن، يعني وزن خطة استراتيجية كبيرة مرتبطة ببناء الدولة السودانية اللي نحن بصددها. يعني واحدة من حاجات القضايا الأساسية بتاعت المرحلة الانتقالية إننا نعيد بناء الدولة السودانية بطريقة مغايرة لطريقة الدولة السودانية، لأن الثورة أثبتت إنه الدولة السودانية بطريقة القديمة كانت يعني إقصائية لمجموعات كثيرة جدا بدرجات مختلفة من الإقصاء. فإصلاح القطاع الأمني واحدة من القضايا المكونات الأساسية في المرحلة الانتقالية دي، إذا نحن هننتقل يعني لدولة ديمقراطية، دولة فيها تعدد. أنا حمر في الإطار ده، حمر على النقاط الجميلة اللي ذكرت بالمتحدثين القبالي. فواحدة من الحاجات إنه فعلا يعني حكاية إنه نقول ما في خطة أمنية، طبعا هي صعبة نقول كده طبعا، لكن طبعا ممكن نقول بكل ثقة إنه ما في خطة أمنية اشتركوا فيها السودانيين كلهم في مفهوم الأمن شنو ويأمنوا نفسهم كيف. يعني ما في ملكية للخطط الأمنية الموجودة، كانت دائما صفوية، كانت دائما المحور الأمني بما فيه الجيش والأمن والشرطة، هي زي ما هم بيقولوا المصطلح التحول الدايرينو من الـ regime centered security للـ people centered security، من القطاع الأمني اللي بيخدم النظام الحاكم للقطاع الأمني اللي بيوفر الأمن للمواطنين. فالتحول ده مرتبط ببناء الدولة السودانية. واحدة من السمات اللي قالها دكتور متهاني إنه unpredictability، يعني دي نقطة مهمة جدا، إنه القوات الأمنية لو ما محكومة بالقانون، يعني بقانون نحن اشتركنا فيه واستراتيجية، لو ما شغالة وزن استراتيجية كل السودانيين شاركوا في صياغتها، بتبقى ما في predictability ده، ما في التوقع، لأنه التوقع بتبني على رؤية وقوانين تخطط بصورة. واحدة من الأمثلة البسيطة اللي ممكن أضربها في الحتة دي، بعد اتفاقية السلام في جوبا والترتيبات الأمنية، طبعاً واحدة من القضايا إنه في قوات جات حوالين الخرطوم، بقى في يعني هلع إنه ليه القوات دي جات، ليه؟ لأنه الناس يعني ما شاركوهم إنه والله حسب الترتيبات الأمنية حتكون في يعني الانتجريشن والترتيبات الأمنية بتقتضي إنه القوات بتتجمع بطريقة معينة في أزمنة معينة بكميات معينة، لكن الناس عشان ما عارفين الكلام ده بقى في هلع، بقى في إنه والله يا أخي feeling of insecurity، القوات دي جات ليه، القوات هيمنت على الخرطوم. فدي القضايا مثلا واحدة من الحاجات النقاط البرضها أساسية، توسيع مفهوم الأمن، إنه الأمن ما فقط بس أمن يعني يناقشوه الجنرالات الكبيرة، ودي نحن برضها واحدة من الحاجات، إنه اتفاقيات جوبا يعني هو إلى حد ما كان إنكلوسيف، لأنه يعني ممثلين للحكومة وممثلين للحركات المسلحة، حركات الكفاح المسلح،
قعدوا وناقشوا الترتيبات الأمنية. فهنا دي ما بتنطبق على المفهوم اللي بيقولوه زملاننا إنه يكون widely ownership الكبير داك. لا، ده بيقتضي إنه أكاديميين وقطاعات المجتمع المختلفة، النساء والأطفال يعني والشباب والأكاديميين البروفيشنالز المختلفة، يناقشوا إنه الخطة الأمنية الاستراتيجية الأمنية اللي بتحقق لنا الدولة السودانية اللي بينتقل من القطاع الأمني اللي بيخدم الحكام للقطاع الأمني اللي بيخدم المواطنين بكافة أشكالهم شنو. فهنا أي نعم، عشان ندي اتفاقية جوبا اللي اتوقعت حقها برضها، في تفاصيل كثيرة برضها من الترتيبات الأمنية اتناقشت ويعني اتحددت، لكن واحدة من الحاجات اللي حتى ذكرتها في المداخلة في السيمينار الفات إنه كان في إشكالية بتاعت إنه في نهاية المطاف ممكن ما يؤدي لجيش وطني واحد، وأنا كنت قلت إنه في فرصة بتاعت إنه في الاتفاقيات الجاية إنه الحاجة دي تتحقق. ومبارح ال principle of declaration اللي توقعت بين عبد العزيز الحلو بالأمس القريب بين البرهان وعبد العزيز الحلو اتناقش بصورة واضحة إنه لازم يحصل single army، يعني يكون في جيش واحد وبعقيدة مختلفة. لكن دي في اتفاقيات principles مبادئ، لكن التفاصيل بتاعت يعني نحقق الاستراتيجية دي كيف لسه دائرة نقاش، ولازم تكون نقاش واسع جدا. فدي الحتة النقطة المهمة، يعني هم ركزوا على إنه يكون nation wide conversation، لأنه ما يكون في silencing، ما يكون في selection، ما يكون الحاجة دي يعني مناقش وسط فئات معينة، لأنه ودي عندها علاقة بالشرعية، لأنه القطاع الأمني حينتج من خلال العمليات دي لو ما في مشاركة واسعة في النقاشات إنه حول تحديد ملامح الأمن الجاي في الفترة المتبقية وما بعد الفترة الانتقالية، حتبقى في إشكالية بتاعت إنه يعني ما حتكون عندها الشرعية. والشرعية دي طبعاً عندها علاقة مباشرة بإنه هل أنا كمواطن عادي في كل أركان السودان بغض النظر عن انتماء إلى التنظيم الحاكم ولا كده، هل السكيورتي سيكترز بتوفر لي السكيورتي اللي أنا محتاج له ولا لا؟ النظرة الشرعية دي، لأنه لفترة طويلة جداً القطاعات الأمنية كانت أشبه بقطاعات إرهابية لقطاعات كثيرة من السكان، مش قطاع أمني، وعكس الأمني كان. فأنا همشي سريع كده على النقاط اللي أنا سجلتها من المداخلات، والحتة دي برضه مرتبطة بالسوشيال كونتراكت، التعاقد الاجتماعي اللي نحن فاقدينه، واللي هو ده اللي بيربط إنه نحن لما نناقش القطاع الأمني والأمن بيوفر من منو، والأمن ذاته محتوياته شنو. الأمن مفهوم واسع جداً، ما مفهوم بس السلاح وإسكات السلاح والكده، لا، مفهوم الأمن الإنساني، والأمن مرتبط بتحقيق السلام، والأمن مرتبط بالتنمية، عندها ارتباطات كثيرة جداً. فهنا المفهوم الواسع للأمن بيخلينا نتكلم عن المشاركة الواسعة لتحديد الاستراتيجية الأمنية. فهنا ودي بتأدي ل يعني الأرضية بتاعت الكونتراكت، إنه ناس اتفقوا على إنه والله القطاع الأمني يعمل بالطريقة دي، ودي قوانينه ودي آلياته المتفقين عليها. فهنا بتخلق لنا فرصة كبيرة جدا في إنه ننتقل بالسودان، يعني نبني السودان الدائرين. فهنا لكن طبعا برضو يعني اتطرقوا لمشاكل ممكن تعاني، ودي مشاكل موجودة جداً، مشاكل مرتبطة بعدم الثقة، يعني مش عدم الثقة بين المواطنين للقطاع الأمني. نحن عندنا حالياً أكثر من 5 جيوش هي ذاتها ما واثقة، ما لأن دي عندها علاقة بالإنتجريشن، يعني لما يحصل توحيد للقوات دي كلهم ريزيستينج إنه يدخلوا قواتهم دي يدمجوها بطريقة ولا لا. الدمج ده لأنه بخاف إنه أنا لو دمجت قواتي
ممكن يعني أفقد سلطاتي، لكن لما يحصل التغيير الريفورم وزن الأجريد استراتيجي وزن يعني استراتيجية مشتركين فيها، حيكون في ثقة بتاعت القوات دي ذاتها إنها تدمج قواتها في قوة قومية. فهنا الثقة، أزمة الثقة ما فقط بين المواطنين والقوات الأمنية، القوات الأمنية المختلفة، الجيش والميليشيات والحركات المسلحة، كل القوات دي محتاجة تبني ثقة في الإصلاح اللي هيحصل، وبناء عليها ما يكون عندهم مشكلة إنه يدمج قواتهم بطريقة ما. فهنا حنكون وصلنا لدولة الأمن بتاعها ما مرتبط على منو اللي عنده الباور عشان to use it against the others. فالهيكلة دي برضها هتساعدنا في معالجة عدم الثقة بين القوات المختلفة يعني. ودي عندها علاقة بالسوشيال كونتراكت والناشونال أونرشيب. يعني النقطة الأساسية اللي بدأت أقولها إنه يعني في تقدم حتى من الاتفاقيات تمت في البرينسيبل اوف ديكلاريشن، لكن الحاجه الاساسيه انه لسه ما عندنا تفاصيل الاليات اللي حتتم بها تكوين الجيش الوطني الواحد. وطبعا نحن لما نقول سكيورتي سيكتور برضو يعني نوسع مفهومنا لكل القطاعات الأمنية الثانية، مثلاً الأمن والإنتليجنس وكده، إنه كيف يتحول من جهاز بتاع قمع لجهاز يلم المعلومات للقيادة بتاعت الدولة المدنية عشان تتصرف عليها. فهنا دي مختلفة من جهاز شغال فقط to detect the political opposition، يعني إنه يترصد يعني القوى السياسية المعارضة بتعمل شنو. ده ما شغل الأمن. مثلا الكوربشن، في تهريب، في حاجات معلومات كثيرة محتاجة لها قيادة الدولة في إنها تقود الدولة بطريقة تخدم المواطنين. فهنا لو بقت بتوفر، ودي مشوا فيها لحد كبير لكن برضها ما تمت، يعني لسه في ريزيستنس. واحدة من النقاط الأساسية اللي قالت إنه بعض مرات البوليتيكال willingness أو الإرادة السياسية برضو خصوصاً وسط القوات بعد مرات بتكون في يعني vested interest، في مصلحة في النظام السابق اللي ورثناه، مش النظام كنظام إسلامي مؤتمر وطني، لا، نظام بتاع طريقة عمل القطاع الأمني ما ضار كم لكل الناس، لا، في ناس كانوا بيستفيدوا منه، وديل ناس will likely to resist لأنه الإصلاح ده ما ممكن يكون. فهنا كيف نطمنهم برضو؟ واحدة من الحاجات إنها دي برضو مرتبطة بالعدالة الانتقالية، إنه هل نحن لما ندمج قواتنا هل طوالي الدولة حتتقلب ضدنا عشان تقتص مننا وكده؟ لا، يعني برضو وظيفة العدالة الانتقالية إنها ممكن تدي يعني تطمينات إنه ممكن يحصل عفو عام وكده، لكن ده التمن بتاعه نكون عملنا قطاع أمني ما حيعمل نفس الممارسات السابقة. لكن بدون ما نناقش التحول ده وزن خطة استراتيجية أمنية، إنه نقعد نتكلم عن العفو العام وآليات العفو العام، الناس اللي previously الحقوق بتاعتهم violated طوال زي الريسك question، يعني ده يعني لا داير تخلق لي دولة أنا اتطمن من هنا ولقدام إنه الحاجات الأتروسيتيز اللي حصلت ما حتحصل، وكمان دايرني أعفو. لا، الاثنين دي لازم يكون connected ببعض، ودل بيجيب قضايا العدالة الانتقالية في السودان وعلاقتها برضها بتكوين قطاع أمني بالطريقة الاستراتيجية اللي بنقولها. وبرضو ذكروا الأدوار بتاعت external actors، واللي هو ممكن تكون يعني helpful، ممكن تكون destructive بعد مرات. واحدة من القضايا بتاعتنا إنه عندنا external actors دايرين يعني يخلقوا الأجندة الأمنية بتاعتنا أكثر من السودانيين themselves. يعني نحن أنا بشير لمشاركة السودان في الحروبات في اليمن وعلاقة الدول الخليج يعني مصر والإمارات وكده، وكيف إنه they want to perpetuate the security structures اللي inherited by the regime، يعني دايرين يبقوا على القوات الأمنية وعلاقاتها بالطريقة عشان هي دي كانوا بيستفيدوا منها، لأنه كانوا بيستوردوا من يعني مننا الجيش وكده. فهنا عندهم مصلحة فإن القطاع الأمني ما يحصل لها
restructuring بالطريقة الاستراتيجية بالطريقة الناشونال سنتر يعني بطريقة وطنية. فهنا دي ممكن تكون معرقلة فدي need to be taken into account. يعني ما بس ديالوج سوداني, يعني كيف نحن نفك الارتباط بين السياسات بتاعت المحاور لكن طبعا ما كل الاكسترنال فاكتورز برضها يعني ضاره. في اكسترنال فاكتورز زي الاتحاد الافريقي والقوانين بتاعتها دي ممكن تكون يعني قوانين في صالح انه يساعدنا في التحول في القطاع الامني. انا ممكن اقف على كده. I hope I have reflected somehow on the Sudanese situation. أتمنى أن أكون قد أعطيت فكرة عن القطاع الأمني في السودان. شكرا جزيلا الدكتور تامر, وشكرا لتلخيص السياق في السودان وكيف يمكننا أن نستلخص الدروس من النظام السابق وكيف يمكننا أن طبعا أن نمر أو أن